لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة فأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قال ابن كثير رحمه الله: هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء في الدار الآخرة الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وعملوا الأعمال الصالحة المتابعة لشريعة الله. بعد أن ذكر حال من تولى عن آيات الله، اشترى له الحديث ليضل عن سبيل الله واتخذها هزوا، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم، ذكر حال السعداء أنهم لهم جنات النعيم، أي يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسار من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساء والنظرة والسماع الذي لم يخطر ببال أحد، وهم في ذلك مقيمون دائما فيها لا يضعنون ولا يبغون عنها حولا. وقوله وعد الله حقا، أي هذا كائن لا محالة، لأنه من وعد الله والله لا يخلف الميعاد، لأنه الكريم المنان الفعال لما يشاء القادر على كل شيء، وهو العزيز الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله، الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فبحكمته جعل قلوب البعض تشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ولهم عذاب مهين، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يولي مستكبرا كأن لم يسمعها. ومنهم من يقبل على الله عز وجل حتى يعمل بطاعته، يعمل بالصالحات حتى يكون في الجنة. العزيز قهر كل شيء وغلب سبحانه وتعالى، الحكيم الذي وضع كل شيء في موضعه. خلق السماوات بغير عمد ترونها، يبين بهذا قدرته العظيمة سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. فقال: خلق السماوات بغير عمد. قال الحسن وقتادة: ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية. قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: لها عمد لا ترونها. وقد تقدم تقرير هذه المسألة في أول سورة الرعد بما أغنى عن إعادته. بغير عمد ترونها، يقول ترونها تعود على السماء، ترون السماء بغير عمد، واللي يقول ترونها العمد تعود على العمد، يبقى بغير عمد ترونها، يبقى مفهوم المخالفة أن في عمد إيه لا ترونها.
ودي اللي بيقولوا بتاعت الاعجاز العلمي للقران انها الجاذبيه ونحوها. ما فيهما ما في السماوات، السماء الاولى والثانيه والثالثه، ما بينهما تحت السماء الدنيا الى الارض. لا ليه ما فيش هواء؟ وما بين السماء والارض والسحاب المسخر بين السماء والارض، ما في السماوات ما فيها من اول السماء الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه ارواح الانبياء ومن جعل الله فيها من الملائكه وغيرهم. هذا في الفرق بين ما فيهما وما بينهما في خلق السماء والارض وما فيهما وما بينهما. يقول والقى في الارض رواسي، يعني الجبال، ارست الارض وثقلتها لئلا تضطرب باهلها على وجه الماء. لهذا قال أن تميد بكم، أي لألا تميد بكم. وبث فيها من كل دابة، أي وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها. ولما قرر أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، أي من كل زوج من النبات كريم، أي حسن المنظر. قال الشعبي الناس أيضا من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم. جعل النباتات فيها يعني منافع عظيمة وثمار جميلة، جميلة الطعم واللون والنفع، وجعل نباتات خبيثة سموم قاتلة، وبعضها سموم تذهب العقول، نسأل الله العافية. هذا خلق الله، يقول أي هذا الذي ذكره تعالى من خلق السماوات والأرض وما بينهما صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره، وحده لا شريك له في ذلك. هذا ما خلقه الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد. بل الظالمون في ضلال مبين، يعني المشركين بالله العابدين معه غيره في ضلال، أي جهل وعمى مبين، أي واضح ظاهر لا خفاء به. قال ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكر إن الذين آمنوا بالله فوحدوه وصدقوا رسله واتبعوه، صدقوا رسوله واتبعوه وعملوا الصالحات، يقول فأطاعوا الله، عملوا بما أمرهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتهوا عما نهاهم عنه، لهم جنات النعيم، يقول لهم بساتين النعيم خالدين فيها، يقول ماكثين فيها إلى غير نهاية. وعد الله، وعد الله حقا، يقول وعدهم الله وعدا حقا لا شك فيه ولا خلف له. وهو العزيز، يقول وهو الشديد في انتقامه من أهل الشرك والصادين عن سبيله، أهل الشرك به والصادين عن سبيله، الحكيم في تدبير خلقه. خلق السماوات بغير عمد ترونها، يقول تعالى ذكر ومن حكمته أنه خلق السماوات السبع بغير عمد ترونها. وقد ذكرت فيما مضى اختلاف أهل التأويل في معنى قوله بغير عمد ترونها، وبين الصواب من القول في ذلك عندنا. عن ابن عباس بغير عمد ترونها، قال لعلها بعمد لا ترونها. عن مجاهد قال بعمد لا ترونها. عن ابن عباس لعلها بعمد لا ترونها. عن عكرمة خلق السماوات بغير عمد ترونها، ترونها بغير عمد وهي بعمد. عن قتادة قال الحسن وقتادة إنها بغير عمد ترونها، ليس لها عمد. وقال ابن عباس بغير عمد ترونها، قال لها عمد لا ترونها. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يقول وجعل على ظهر الأرض رواسي وهي ثوابت الجبال، أن تميد بكم، أن لا تميد بكم،
أي لألا تميد بكم، أن تميد لألا، أن لا تضطرب بكم ولا تتحرك يمنة ويسرة، ولكن تستقر بكم. عن قتادة قال: أثبتها بالجبال وألقى في الأرض رواسي، أي جبالا، أن تميد بكم أي أثبتها بالجبال، ولولا ذلك ما أقرت عليها خلقا، وبث فيها من كل دابة، يقول وفرق في الأرض من كل أنواع الدواب. وقيل الدواب اسم لكل ما أكل وشرب، وهو عندي لكل ما دب على الأرض. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، يقول تعالى ذكره وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا بذلك المطر في الأرض من كل زوج، يعني من كل نوع من النبات كريم، وهو الحسن النبتة. عن قتادة: من كل زوج كريم، قال حسن، هذا خلق الله. يقول تعالى ذكر هذا الذي أعددت عليكم أيها الناس أني خلقته في هذه الآية، خلق الله الذي له ألوهة كل شيء وعبادة كل خلق، الذي لا تصلح العبادة لغيره ولا تنبغي لشيء سواه، فأروني أيها المشركون في عبادتكم إياه من دونه من الآلهة والأوثان، أي شيء خلق الذين من دونه من آلهتكم وأصنامكم حتى استحقت عليكم العبادة فعبدتموها من دونه، كما استحق ذلك عليكم خالقكم وخالق هذه الأشياء التي عددتها عليكم. عن قتادة: هذا خلق الله، قال ما ذكر من خلق السماوات والأرض وما بث من الدواب وما أنبت من كل زوج كريم، فأروني ماذا خلق الذين من دونه الأصنام الذين تدعون من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. يقول تعالى ذكره ما عبد هؤلاء المشركون الأوثان والأصنام من أجل أنها تخلق شيئا، ولكنهم دعاها إلى عبادتها ضلالهم وذهابهم عن سبيل الحق، فهم في ضلال، يقول فهم في جور عن الحق وذهاب عن الاستقامة مبين، يقول يبين لمن تأمله ونظر فيه وفكر بعقل أنه ضلال لا هدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.